السؤال الثاني، اكتب عناصر محصلة قوتين متعامدتين. احنا رسم لك الرسمة، عندنا القوة الأولى F واحد شعاع F اتنين شعاع متعامدتين. لاحظ رسم التعامد، كملنا المستطيل وهذا القطر المستطيل سميناه O M، والقطر المستطيل راح نسميه المحصلة. يلا قلنا هي عناصر محصل قوتين متعامدتين. زين، نقطة تأثيرها، نقطة تأثير المشتركة أو القوتين. نعم. زين، وحاملها هو حامل قطر المستطيل أو إم المنشأ على القوتين. نعم. جهتها من جهة أو إلى الرأس مقابل إم. شدتها تحسب بالعلاقة F يساوي تحت الجذر F واحد تربيع اثنين زائد F اثنين تربيع اثنين. للتربيع، ما بقول لتربيع اثنين، للتربيع فقط. نعم أحسنت يا عبد القادر، شكرا لك. فيك تقول مثلا F واحد أس اثنين، أو فيك تقول F واحد للتربيع فقط، ما بقول F واحد للتربيع اثنين. إما تقول F واحد للتربيع أو F واحد أس اثنين أو قوة اثنين. تمام. إذا مثل ما ذكرنا، ما في مشكلة يا صديقي، جل من لا يخطئ. إذا عناصر محصل قوتين متعاملتين مثل ما ذكرنا صديقنا عبد القادر، نقطة تأثير نعيدها على السريع. نقطة تأثير مشتركة أو القوتين، طبعا هاي المحصلة بتكون مشتركة مع القوة الأولى والقوة الثانية. حاملها قطر المستقيم مستطيل أو إم المنشئ على القوتين، جهتها من O إلى رأس مقابل M